المرة فاتت. تعال بقى نرجع لمشوارك، ابتديت في الترسانة. تمام. قبل ما نروح لبقية اللي حصل في مشوارك، الترسانة ايه؟ فين؟ ليه؟ ازاي؟ ترسانة مش عارف يطلع الدوري الممتاز كل ده. والله الواحد حزين طبعا جدا، نادي الترسانة بقيمته الكبيرة واجياله الكبيرة جدا، ونادي يعني من ليه جماهير كتير جدا، جدا ونجوم اساطير يعني في تاريخ الكورة طالعين من الترسانة. من 2008 حتى الآن حوالي 13 سنة مش عارف يصعد. فزي ما كنا بنتكلم برضو، الفرق طبعا اللي بتصرف هي بتعرف تصعد، الفرق ما بتصرفش صعب ان هي تكمل في الدوري الممتاز، وصعب ان هي تصعد لو هي في الدرجه الثانيه. فممكن يكون هو العائق عندنا الترسانه هو حته الماديات شويه، انه ما بيعرفش يجيب صفقات كويسه. حتى الظروف اللي بيمر بيها، ان هو يبقى ماشي اول في الجدول وتيجي في اخر اربع خمس ماتشات تحس اللعيبه مش مصدقه نفسها ان هي ممكن تصعد. يحصل قله خبره بتهيألي طبعا، قله خبرات طبعا. في بعض انديه دايما بتعتمد على اللعيبه الصغيره. وده كان سؤالي ليك انت، احنا لسه كنا بنتكلم على دجله بيعتمد على قطاع ناشئينه، طب الترسانه بجلاله قدره مش عارف يعتمد على قطاع ناشئينه؟ هي الفكره مش في قطاع ناشئين بس، الفكره انت لما يكون عندك لعيبه صغيره وقطاع ناشئين كويس لازم يبقى في اربع خمس لعيبه كبار في الملعب. مش عايز كلام، مش عايز، بس لو قوامك من الناشئين مع ثلاثه اربعه جامدين، يعني بدل ما تصرف على فرقه كامله تصرف على ثلاثه اربعه. يعني مثلا وادي دجله، عبد المنصف، لو في ثلاثه اربع لعيبه زي عبد المنصف خبرات في الملعب. وادي دجله من اللعيبه اللي من الفرق اللي بتادي كوره كويسه جدا على فكره، بس للاسف عندهم سوء توفيق في النتائج وقله خبره. وقله خبره طبعا دي بقى لو في 3 4 لعيبه في الملعب زي عبد المنصف كان يفرق جدا مع دجله. بيعملوا ماتشات كويسه جدا بس النتائج في الاخر مفيش. لكن نادي الترسانه بتمنى له رب ان شاء الله التوفيق، والفتره الجايه يكون متواجد ويقدر يصرف ويجيب لعيبه كويسه تليق باسم نادي الترسانه ويرجع تاني دوري ممتاز. ابتديت في الترسانه من خلال قطاع الناشئين صح كده؟ انت كنت قطاع 8 سنين في الترسانه لحد ما وصلت الفريق اول 25 سنه. حلو. وبعدين ابتدت الدنيا بقى تنور انه في لعيب كويس في الترسانه اسمه محمود سمير، ففي عروض. تمام. اول عروض جات لك كانت من مين؟ كان النادي الاهلي. اول عرض كان النادي الاهلي؟ لا، اول عرض جالي كان المقاولين. ما انا قصدي كده بقى، قبل الاهلي، قبل القصه دي كان في المقاولين. قبل الاهلي بسنه كان المقاولين عرب. وعرضوا مبلغ حوالي 750 الف جنيه. ماشي. وباشمهندس حسن فريد تمسك ان هم يبقوا مليون. ماشي. فما حصلتش، ما مشيتش القصه وزعلت وقعدت اعيط. كان عرض كويس، وانا من المقاولين من الانديه انا بحبها جدا، كل واللي مصر كان بتحبه. نفسي واللي كان نفسي العب فيها. ليه كل مصر بتحبها؟ لان من الانديه المستقره جدا، وفرقه دايما ما عندهاش مشاكل وبتحب، ما عندهاش مشاكل الناس كلها بتحبها يعني، وليها شكل كده لوحدها في الدوري يعني. بعديها جه السنه اللي وراها كان الاهلي، بعد كده الزمالك دخل في الصفقه، بعد كده في نفس الخناقه بقى كان اهلي وزمالك صح كده. حسمنا القصه مع كابتن حسن حمدي وكابتن حسن فريد، كانوا في الحج مع بعض. وخلص الموضوع هناك يعني. ده كان بعد، ده كان سنه كام خناقه الاهلي؟ يناير 2008. يناير 2008 كانت الناس بتتكلم على انك خليفه تريكه. بالظبط، ان انت اللي جاي بعد تريكه من الترسانه. ظلموني فيها دي. ده عمل عليه الضغط الاول اكيد. بص انا كنت عايز اتكلم في نقطه دايما يعني بتفرج على البرامج كلها، الناس الزملاء كلها اللي انا بحبها، ممكن يجي حد يقول لك اللعيب دوت هو كويس في ناديه بس ما ينفعش يلعب في الاهلي والزمالك. وفي لعيبه كتير كويسه جدا في انديه راحت اهلي وزمالك وما نجحتش. طب تعال ندور ليه ما نجحتش. النادي الاهلي طالما انت اخترت لعيب في فرقته هو اوريدي لعيب كويس جدا. زي مثلا احنا مثلا بنتكلم مثلا دلوقتي على عمر كمال، ان هو يقال ان هو هيروح الزمالك. ماشي. مقدم موسم هايل مع النادي المصري، جايب 14 جول وعامل فارق جدا مع النادي المصري. ماشي. ممكن يروح الزمالك ما يوفقش. ممكن. احمد رفعت من اللعيبه الهايله جدا. صح. راح الزمالك ما وفقش مع نادي المصري، ولما كان في الاتحاد السنه فاتت وفي الزمالك ما وفقش. انا بشوف العبء الكبير على النادي او على المدير الفني انك ما تعرفش تخلي اللعيب ده ينسجم. انك ما تدروش فرصه. طبعا احنا عارفين اهلي وزمالك ما بيصبرش على لعيبه. طبعا. ما ينفعش اجيب مثلا احمد رفعت وافضل، هو لعيب كويس جدا وانت جايبه وعارف من ام بي ان هو لعيب كويس جدا. ما ينفعش اجيبه وافضل مقاعده، هو بديل للعيب الاساسي مثلا بن شرقي او زيزو او ويقعد له خمس ست ماتشات ما بيلعبش. ولما يجي يلعب ما يبقاش بنفس المستوى اللي انت اشتريته عليه. طب ما ده طبيعي. لكن طول ما هو رجليه في الملعب، طول ما هو هيبقى كويس. طب هل بس ده، انا دي نقطه كنت عايز اتكلم فيها، لان الناس كتير بتظلم لعيبه كتير جدا. معاك، بس برضو الاهلي والزمالك ليهم خضتهم. أكيد. يعني في لعيبه لما بتروح هو في نادي نجم. تمام. بيخش النادي برنس البرنس يعني، بيخش والدنيا جميله والناس كلها عارفاه واللعيب النجم الفرقه ورقم 10 واللي واللي واللي، بس لما بيروح الاهلي والزمالك بيفضل مخضوض، والخضه دي بتاثر عليه، بتبقى شخصيه اللعيب بقى نفسه. تمام. زي يعني حمدي في بعض الاحوال، حمدي فتحي اول ما دخل الاهلي، النادي الاهلي انسجم بسرعه ودخل وبقى من اللعيبه الاساسيه والركائز الاساسيه مع السوليه وقال عشان شخصيه، شخصيه لعيب. ما انا قصدي كده يعني، في لعيبه بتبقى اللوم عليها هي، وبرده شطاره مدير فني انك تعرف تخلي اللعيب. يعني مثلا بوليا دخل غلط. انا بشوف ان بوليا
دخل غلط. عشان دخل بسرعة؟ دخل بسرعة والجهاز الفني ابتدى يعتمد عليه بشكل أساسي. أوه. وركنت محمد شريف في عز ما هو كان كويس جدا. ورغم ذلك إنه هو قعد وصبر وما يقس لحد ما جات له فرصة تاني ولعب وأثبت نفسه بهداف الدوري. لولا إصابته كان زمانه دلوقتي مثلا 24 جول 25 جول. بواليا دخل غلط والناتج في الآخر إنك بتطلعه إعارة. فهي برضو دي ده فكر مدير فني بيختلف من حد لحد. يعني انت ممكن تقول ان المدير الفني عليه دور او النادي عليه دور اكبر من اللعيب. واللعيب يعني انت جبت اللعيب دوت من النادي فانت عارف ان هو لعيب كويس وانت متابعه مش في ماتش ولا اتنين، انت متابعه طول ال 34 مباراه. بس انا متابعه فنيا. هنا في مصر ما بيتابعوش شخصيته عامله ازاي. لا ما بيتابعش شخصيته، هو بيتابع فنيا. ما انا برضو بكلمك فنيا. انت متابع مثلا حد زي احمد رفعت او عمر كمال او شادي حسين في سيراميكا، انت متابعه طول السيزون عارف ان هو لا لعيب يستاهل يلعب في النادي الاهلي. كون ان هو جه بقى النادي الاهلي كميته ما مشيتش في تاثير كبير جدا من الجهاز الفني. طب انا هعرف منين برضه يا حمود، خلينا نتكلم بوضوح كده، هعرف منين شخصيتك تنفع في الاهلي ولا لا؟ ما انت ممكن فعلا تبقى لعيب شخصيتك فيها هزه كده انك مخطوط وانت عارف انك بتقيم يعني بالكوره. لازم يتعمل معاه جلسات كتير، حتى لو انا شايف اللعيب ده مخضوض وده مش مستوى الطبيعي اعمل معاه جلسه واثنين وثلاثه. قبل اتعاقد ولا لا بعد؟ لا بعد، ما انت خلاص بعد. انت جبته اوريدي عارف ان ده مقتنع بيك بس انا ما اعرفش شخصيتك عامله ازاي. احمد ياسر ريان مثلا في السيراميكا من هدافين الدوري، من احسن فرده في مصر. ممكن لو كان رجع الاهلي وما طلعش اعاره ممكن ما يبقاش بنفس المستوى بتاع سيراميكا. ده برضو بيبقى دور كبير على المدير الفني انك تعمل جلسات كتير معاه وتتكلم معاه كتير جدا وتحسسه ان هو لا انت من ضمن الفرقه وانت في انسجام. وحتى في التمرين وده يغير لو انت مهزوز او مخطوط كده يغير. انا اللعيب مجرد ما المدير الفني بيندهله الصبح وهو داخل التمرين تعال انا عاوز اتكلم معاك، هو من نفسه اصلا بمبسوط جدا. بينزل التمرين بيكسر الدنيا. ما بالك بقى انت بتعمل معاه جلسه واثنين وثلاثه بتحسسه لا انت خلاص انت واحد من التيم خلاص. فبيفرق جدا مع اللعيب. لكن ما ينفعش اجيب لعيب مروان مثلا، مروان حمدي من الفراوده كويسين جدا وانا كنت متابعه مع المقصه ماشي ومع وادي دجله بس مخضوض في الزمالك وراح منتخب مصر. تمام، وهو في دجله راح المنتخب صح، راح منتخب مصر من دجله. معنى كده ده فيروت كويس طبعا، وممكن يمشي من الزمالك يروح فرقه تانية يكسر الدنيا ويرجع الزمالك يشتريه او اهلي يشتريه في يوم من الايام. ماشي، الفكره فكره جلسات. انت شايف اللعيب ده مش مستواه اللي انت جايبه عليه. اعمل جلسات كتير معاه واتكلم معاه. طب خليني اقول لك على حاجه، رغم ان برضه لازم تديله وتصبر عليه طالما انت جايبه. هي دي بقى مشكله اهلي وزمالك، ما بتصبرش على حد، ما يقدرش يصبر. الفيرود اللي كان قبل بوليا افريقي بادجي لعب 6 شهور ومشي. ما بيصبرش، ما بيصبرش عليه طبعا. ما فيش حد بيصبر في الاهلي والزمالك، ما بيصبرش. ازارو من المهاجمين الهايلين جدا. شوف ان اول كلمه قلت لك ازارو هايل. اول موسم مع كابتن حسام بدري 18 جول هداف الدوري. ثاني موسم انا مش موفق، مع انه يمشي الصراحه مش موفق. ماشي اطلع اعاره. طب انا واضح ان ده ما حصلش معاك في الاهلي. ما حصلش معايا، لان محدش قعد معاك وقال لك تعالى واحده واحده كده وانت بالظبط. لان برضو يعني عشان نكون صراحه، انا برضو يعني انا عاذر مستر مانويل عنده ابو تريكه وبركات واحمد حسن وحسين ياسر محمدي ومحمود سمير. فانت بركات ده رقم واحد، ابو تريكه رقم واحد. بركات كنت بتخلق له انك تحطه باك رايت ساعات عشان يطير بعد كده يبقى جناح، يبقى فيه مثلا احمد حسن او محمود سمير او حسين ياسر. ماشي، عشان يجي دور محمود سمير لازم لما ابو تريكه لا قدر الله لو مثلا موقوف او في اصابه، فانت بتستنى دورك بعد 4-5 ماتشات. لو لعبت ماتش وفكت فيه وجبت جول ممكن برضه تقعد بره السكور طبعا، او احتياطي 5-6 ماتشات والجمهور مستنيك ان انت الماتش اللي هتلعبه لازم تبقى كويس او زي ابو تريكه. فدي مشكله طبعا. كنت محطوط في الضغط الاول بتاع انك خليفه ابو تريكه. طبعا اول حاجه خالص. طبعا ما ينفعش حد يقارن حد بحد. بركات نجم، ابو تريكه نجم، عماد متعب نجم، بس كل واحد ليه شخصيته. صح، فما ينفعش انك تقول على ده خليفه ده. بس كل اللعيبه اللي جت، كل اللعيبه اللي بتيجي الاهلي لما بيتقال عليها خليفه حد، زي ما جه ناصر ماهر قال لك خليفه عبد الله السعيد، انتوا خلصتوا عليه. مع انه رجع سموحه تاني بقى كويس، كسر الدنيا. صح، رجع الاهلي تاني بعد الاعاره الثانيه مش موفق. مش موفق دي انا بشوف ناصر ماهر من اهم اللعيبه في مصر. حلو، لعيب كويس جدا. يعني لو طلع بره الاهلي دلوقتي تاني هيتقلب، هيكسر الدنيا تاني. ماشي، لو زي ما يقال ان هو رايح بيراميدز خلاص او رايح اي فرقه. ناصر ماهر هيبقى في حته تانية خالص. ماشي، لان هياخد شخصيته وهياخد كيانه وهياخد وضعه في الملعب، هيفرق جدا لان هو لعيب كويس جدا. ما كانش النادي الاهلي رجعه، بس ان انت ما عرفتش توظفه او يخش وسط التيم لان انت معتمد على قفشه. فناصر ماهر مش هيلعب الا لو قفشه لا قدر الله مصاب او موقوف. فانت هتقعد بقى تستنى ناصر ماهر بعد 7-8 ماتشات لو قفشه موجعد عشان تديله، انت مش هتلاقي ناصر ماهر اللي انت شفته في سموحه. وانت مستنيه كمان بقى يبقى ناصر ماهر. بالظبط، فهيبقى صعب. فدي مشكله جدا. طبعا معاك جدا. ففي لعيبه كتير جدا بتتظلم. طب خلينا برضو نمسكها واحده واحده. انت دلوقتي لو جالك عرض او لو لعيب جاله عرض في نادي زي النادي الاهلي ونادي الزمالك عليه انه يحسب هو ترتيبه فين
انا لو رجع بيا الزمن بكلمك بصراحه يعني انا عشت اهلي من وانا صغير بس وحلمي وكان طموح والدتي. لكن انا اي لعيب انا بقوله دلوقتي يعني رساله لي، فكر في المكان اللي هتلعب فيه. هتلعب ولا لا؟ اللي هتلعب فيه هتلعب ولا لا؟ ما فكرش في المكان اللي انت بتحبه او في الناحيه الماديه. ماشي الناحيه الماديه هيبقى المقابل مش كبير، الفرق مش كبير، مش فرق، بس فكر في حته تلعب فيها. لان انا ما ينفعش ابقى قاعد باخد فلوس وقاعد ما بلعبش. صح، كيرفك بينزل وتمنك بينزل طبعا. لكن طول ما انت رجليك في الملعب طول ما تمنك بيعلى. عشان كده انت قلت انك كاريتك كنت توقعت للزمالك وقتها. يعني انا لو رجع بيا الزمن كنت هفكر في المكان اللي انا اروح العب فيه. انت الزمالك كان وقتها فيه مين؟ كان الزمالك كان الكابتن حازم امام بيبطل، كان شيكابالا طلع احترف، ما كانش في حد موجود في المكان ده، ما كانش في حد في الحته دي. صح، ما كانش في حد. بس انا حبي للنادي الاهلي وان انا بعشق النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان لسه جاي كمان من كاس عالم انديه في اليابان وبطولات، فانت تكون موجود. انا كنت موجود وسط مجموعه منتخب مصر. ايوه طبعا، انت رايح في عز الاهلي. انا كنت قاعد بتفرج عليهم، فجاه انا بقيت وسطيهم والموضوع برضو خضه كبيره. مش عايز كلام، عتاوله هتهزر طبعا، خضه كبيره رايح مانويل جوزيه وتريكا وبركات. لكن اتشرفت طبعا ان انا كنت موجود في نادي الاهلي. بس لو كنت حسبتها بالعقل بعيدا عن المشاعر والانتماء كنت رحت المكان اللي هلعب فيه. وكان اسهل لك انك تلعب في الزمالك في الوقت ده، كانت الدنيا فاضيه. بس ساعتها كان برضو المشاكل كبيره ما بين مجالس الاداره طبعا، استشار مرتضى واستاذ ممدوح عباس. فده كان بيخوف اللعيبه تروح. اي لعيب كان بيخاف. صح، بيخاف. لكن كان العروض هي هي، هي عرض هي الزمالك هي هي قريبه جدا. قريبين، رغم ساعتها كمان كان الزمالك اعلى كمان في العرض. والله وعلاقه الترسانه بالزمالك احسن من علاقه الترسانه بالاهلي ولا لا؟ لا، ولا طول عمر الترسانه علاقه كويسه جدا بالزمالك وبالاهلي، بالاثنين بالظبط. كان يعني محمد عبد الواحد لما راح الزمالك برضو، محمد رمضان اهلي، تريكا اهلي، وحسين شكري اهلي، وعلي ماهر اهلي. فناس صح كتير جدا. يعني العلاقه بين الترسانه والاهلي والزمالك كويسه، الاثنين علاقتهم كويسه. فمفيش قصدي انه الاداره بتوجه اللعيب، لا خالص، بالعكس. هو باشمهندس حسن فريد بيجيبك، انت عايز تختار ايه، ف اللي انت عاوزه، ما هو ما يقدرش يقف قدام رغبتك. يعني حتى في صفقه تريكا نفس الكلام، هو خيره برضه. صح كده. الترسانه وقتها كان فرقه فيها تقايل كتير. كانت يعني فرقه كويسه جدا. ده كان مهند البوشي، كان هداف جميل. الناس تفتكر مهند البوشي كان طبعا هداف كويسه جدا، كان جميل. وكابتن مؤمن عبد الغفار، وكابتن حسين شكري، وعلاء نوح، واحمد زغلول. لا كان فرقه كويسه جدا، وكان معانا كابتن فاروق جعفر، وفترات كابتن شاكر عبد الفتاح، كابتن يحيى السيد، ناس يعني ناس محترمه جدا. انت ما حضرتش اعتقد كابتن حسام في الترسانه ولا لا؟ لعبت معاه، لعبت حسام السنه اللي هو بطل فيها. اخر سنه اللي كانت في الترسانه كنت انا لسه طالع بقى وبلعب، انا كنت بلعب تحتيه. حاجه برضو خطيره. لا طبعا، انت شرفك انت تلعب مع كابتن حسام حسن، تاريخ كبير يعني.